كذا وحقوق الشهيد ايت الجيد محمد بن عيسى كنحضروا جلسه اخرى من الجلسات الماراثونيه اللي كنحضروهم منذ سنه 2006 الى حدود اللحظه. غير هاد الجلسه للاسف عطيها هاد الهاله الاعلاميه، اما راه ماشي موضوع جديد الاخوان الصحافه والاخوات، دونك هذا موضوع قديم من 2006 هو في المحاكم. عطانا الله البي جي دي والعداله والتنميه عطتنا هذه البروباغندا لهذا الموضوع هذا باش يوليو الصحافه يعرفوا شكون هو الشهيد عيد الجيد محمد بن عيسى الذي اغتالوه في النواحي ديال الجامعه بفاس. واش كاين شي بشر كيهز التروطوار ويحطوه على راس واحد اخر؟ اللي خلى بن عيسى حي لان قضيته عادله. اما هذا السيد دابا اللي عطيها لهذه الهاله، كنشكر الله سبحانه وتعالى بان عندنا برلماني كينتمي لعائلتنا سميتو عبد العالي حميد الدين، وعطانا الهاله لهذا الملف هذا باش كيجي يحضر في هذا الملف، يجي هو كيجيب لنا الاعلام، كيجيب المواطنات والمواطنين باش يولي فعلا الشهيد ايت الجيد محمد بن عيسى قضيه شاد، قضيه شعب كما تشتغل عليه مؤسساته. اليوم كانت مجموعه الاجراءات داخل المحكمه ولن اتدخل في الجانب القانوني، المرجو انتظار الدفاع العائله اللي كيدير لكم بالتصريح، وشكرا على حضوركم. شوف حنا انا عائله مغربيه عاديه على الاحكام بالنسبه للاحكام انا اؤمن بمؤسسه القضاء، هذاك الشيء باش كتجي تنتقاد انت التقاضي، والتقاضي هو السلوك الحضاري اللي خصنا نلتجئوا له كاملين. انا لا يمكن ان اقول على اي قرار القضاء بانه قرار الاخرق، او لن نسلم لكم جثه ابننا. حنا جبنا جينا للقضاء، جينا لمؤسسه القضاء هي ايماننا فيه ومؤمنين بالاحكام ديالها، ومازال اجراء واحد اخر في ذاك الملف غيمشي للنقد مره اخرى، واظن ان النيابه العامه اللي حاميانا كاملين غدير فيه النقد، وذاك الحكم كما كان سيرجع، لان الشهيد ايت الجيد بن عيسى ما كانش عنده صراع مع واحد الشخص سميتو عمر محب اللي كينتمي للعدل والاحسان. ما بغيناش نخليو قضيه بين شخصين، القضيه ديالو فيها مجموعه ديال الاشخاص اللي تعرضوا له، نفر يعد ب 30 ديال الناس اللي تعرضوا له، نزلوه من الطوموبيل فقط الرجال والنساء الاعلام، لانه كان يفكر بالعيسى. عمر محب حكم، عمر محب حكم 2006 حكم ديالو النهائي الحائز لقوات الشيء المقضيه به كان في 2011، باش ما يجيش شي واحد يوهم راسو يقول هاد العائله جبدت الملف من الفراغ. من بعد ما تسالت الاجراءات مسطريا في الملف ديال عمر محب، مشينا كنديروا الشكايات المباشره سواء لدى النيابه العامه او عند قاضي التحقيق، وكان السي الرميض الله يكثر خيره هو وزير العدل حفظ لنا جوج ديال الشكايات. لما استقلت النيابه العامه جاب الله التيسير في هذه الشكايه هذيك، ويحاكمون القتله بن عيسى. ما عندنا حتى ضغينه مع حتى شي حد، وكنديكلاريو للمغاربه من خلال الاعلام اننا ما كنعرفوا حتى واحد. حنا وقفنا في زمان سياسي وزمان بيولوجي سميتو 25/1993. حميد الدين اداك ما كانش برلماني، كان طالب، كان طالب بحاله بحال بن عيسى. دابا الا كان برلماني ولا كان عضو الامانه العامه ولا كان داك الشيء شغله، حنا كنجيو للمحاكمه ديال شخص ساهم حسب الاحاله ديال قاضي التحقيق، ساهم في القتل ديال ولدنا، وشكرا.